يمشي تنفيذ نسيم ينفذ الكرة في البريمي بوتو، تسديد بالراس، اختير التسديد، الهدف الأول، الهدف الأول في المباراة. معتز شوشان يفتتح التسجيل بالنسبة لترجي الجنوب. التنفيذ العملية كانت مرتدة الكرة من حارس المرمى علي الفاطمي، ومعتز شوشان في دقيقة 36 يمنح الأسبقية ويمنح الأولوية لترجي الجنوب بتسجيله للأهداف من كرة كانت مرتدة. المريضي بجنب، هذه الصورة تأتيكم مرة أخرى، شوف الإعادة، التنفيذ كان من نسيمة الأدويش، الرأسية الأولى كانت من ياسر الغالي، ترجع الكرة من حارس المرمى وكيما جات تسديدة كانت قوية برشا. باش يمشي تنفيذ، يلعب الكرة، ينفذ الكرة داخل منطقة 18، تسديدة مرة أولى، مرة ثانية، والهدف الثاني، الهدف الثاني لترجي الجنوب، الهدف الثاني لترجي رياض الجرجيسي. صاحب الهدف هو ياسر الغالي، حكيت على سلاح الكرة الثابتة فالترجي رياض الجرجيسي، والفريق يحسن الحقيقة استغلال 10 على 10 بالنسبة للكرة الثابتة. ياسر الغالي صاحب الخميس رقم 17، الترجي الجنوبي هي الكرة الثابتة، وشوف الإعادة، التنفيذ مرة أولى من حسام حسن رمضان.